الحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من دير البلح وسط قطاع غزة الحسن بكر، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي الدولي. الحسن بكر، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد، وحمدا لله على سلامتكم بعد أيام طويلة من الحرب الإسرائيلية الطاحنة. كيف يمكن وصف المشهد اقتصاديا في القطاع؟ نعم، تحياتي بداية حازم. الحقيقة أن المشهد في قطاع غزة هو أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي فقط بتدمير البشر في القطاع، وإنما تجاوز ذلك بتعمد تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بشكل واضح. فلم يكتفي بتدمير بالقتل وآلة القتل التي قتلت أكثر من 15 ألف شهيدا، وإنما أيضا استهدف بشكل مباشر المنشآت التجارية والمنشآت الاقتصادية. بالفعل هنالك خسائر قد تكون أكثر مما تحدثت عنه، فالاقتصاد الفلسطيني يوميا يخسر ما يقارب 24 مليون دولار، وهو ما يؤكد أن هنالك خسائر غير مباشرة بنحو مليار و200 ألف دولار، حتى 200 مليون دولار حتى اللحظة على صعيد الخسائر المباشرة، فيما قد تبلغ الخسائر غير مباشرة في القطاع الخاص فقط نحو 2 مليار ونصف المليار دولار. كذلك لا شك أن هنالك أزمة حقيقية تعمد الاحتلال عملها في خلال الفترة الماضية، وهي باستهداف البنية التحتية الفلسطينية، وتكبدت البنية التحتية الفلسطينية خسائر ضخمة تجاوزت المليار دولار بعد أن استهدف الطرقات وكذلك الخطوط الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وغيرها في حالة تدمير مباشرة. نعم. إضافة إلى ذلك هنالك 56 ألف منشأة تعمل في قطاع غزة، هذه المنشآت ضمن القطاع الخاص بجميع أشكاله تم استهدافها، توقفت بشكل كامل عن العمل، واستهدف أكثر من 60% من هذه المنشآت، خاصة أن العديد من هذه المنشآت كانت سواء الصناعة المنشآت الصناعية التي كان في معظمها يتواجد في شمال قطاع غزة وخاصة في المناطق الشرقية من مدينة غزة وشمال قطاع غزة، إضافة إلى تدمير كامل للقطاع السياحي في قطاع غزة والذي كان ينتشر على طول ساحل قطاع غزة، العديد من المنشآت والتي تم تدميرها ومسحها بشكل كامل، إضافة إلى القطاع التجاري والذي يمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني والذي يمثل نحو 45% الذي تم استهدافه بشكل مباشر سواء في المخازن أو سواء في المحال التجارية وغيرها، حتى على صعيد الجزئية البسيطة المتمثلة في العمل الحر أو ما يسمى الفريلانسرز في قطاع غزة، والذي أصبح له ثقله في القطاع خلال الفترة الماضية أيضا توقفت أعمالهم بشكل كامل وتعرضوا لأضرار مباشرة بعد أن تم استهداف العديد من الحاضنات لهذه الأعمال، إضافة إلى انقطاع خطوط الإنترنت والتواصل سيد لهذه الحسن. المجموعات إذن التي إذن تعمل إذن تفاصيل كثيرة نريد أيام ربما لتسليط الضوء عليها. بكل تأكيد قطاع غزة كله تضرر، القطاع الاقتصادي من أقصى الشمال حتى الجنوب ربما ضرب في مقتل بعد حصار إسرائيلي ممتد منذ 17 عاما، لكن اليوم الحديث عن هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، هل ما دخل من شاحنات ومساعدات إغاثية يمكن أن يقيت غزة يوما بيوم باعتقادك؟ لا أعتقد أن ما يدخل من مساعدات فعليا هو كافي، هنالك حاجة كبيرة لإدخال مساعدات، نحن نتحدث عن نحو 50 يوما لم يدخل إلى قطاع غزة أي أنواع من المساعدات سوى القليل جدا، كانت الشاحنات ما قبل الهدنة لا تتجاوز 1200 شاحنة، الآن دخل نحو 150 شاحنة وهو لا يعادل أقل من خمس الكمية التي كانت تدخل إلى قطاع غزة في السابق، فعليا 20% مما كان يدخل في السابق. نحن نتحدث عن عجز كامل في العديد من
النواحي الحياتية اليومية سواء على صعيد الغذاء أو غيرها من الأدوات الأخرى التي يحتاجها المواطن الفلسطيني يوميا للحياة. لذلك لا يعتبر ما يدخل حاليا أو ما سيدخل خلال الأيام القادمة كافيا فعليا لسد احتياجات القطاع، بل يجب أن يكون هنالك استمرارية لعملية تدفق المساعدات وبشكل أكبر، ومحاولة إيجاد بدائل، خاصة وأن معبر رفح هو معبر حدودي للأفراد، ولكن تم استخدامه لنقل البضائع وغيرها، وهو غير مؤهل لوجستيا لنقل كميات كبيرة من المساعدات، إضافة إلى صعوبة النقل في قطاع غزة في ظل عدم توفر الشاحنات وغيرها من الأدوات المساعدة للنقل، لنقل هذه المساعدات وتوصيلها إلى باقي مناطق قطاع غزة، وهو ما يزيد من الأزمة الفعلية التي يعيش بها القطاع منذ 50 يوما. نعم سيد الحسن، في النهاية في دقيقة، ما الذي يريده قطاع غزة الآن خلال 4 أيام؟ خلال 4 أيام يجب أن يكون هنالك تكثيف بشكل كبير جدا وجهود أكثر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. قد يكون هنالك حاجة فعليا لأن يتحرك الجانب المصري بتزويد قطاع غزة بشاحنات ومرور الشاحنات مباشرة دون التفريغ في معبر رفح، وذلك لضمان دخول أكبر عدد ممكن من الشاحنات إلى قطاع غزة خلال هذه الفترة. بل يجب أن يكون هنالك مساع من قبل الوسطاء إلى أن يستمر هذا التدفق للمساعدات بشكل أكبر خلال الفترات الماضية، إن لم يتم تمديد فترة التهدئة خلال الفترة المقبلة، ولا سيكون قطاع غزة في حالة كارثية على صعيد إنساني بشكل كبير جدا لما فيه من نقص وخلل في التوزيع للمعونات وبالذات في الغذاء والرعاية الصحية في قطاع غزة. الحسن بكر، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي الدولي، كنت معنا من دير البلح وسط قطاع غزة، تشرفنا بك في هذه التغطية، شكرا جزيلا لك. انتهى.